أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج شير، نناقش فيه القضايا التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. نبحث عن إجابة لهذا السؤال: ما هي المواضيع التي تفاعل معها الناشطون؟ نجمع تلك التفاعلات ونعرضها على الشاشة. البداية بأبرز العناوين. هاشتاج انهيار العملة، قاتل آخر يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. ناشطون يعزون في استشهاد الشيخ ربيش وهبان. أمازون تطلق سوارا يرصد الإيجابية والود في نبرة الصوت. مرحبا بكم. أطلق ناشطون في تعز هاشتاج انهيار العملة قاتل آخر، أثاروا فيه قضايا الفقر والغلاء وصعوبة المعيشة. شرحوا من خلاله معاناة الناس جراء تدهور الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي، وقالوا إن التدهور الاقتصادي زاد عن حده وخنق المواطنين. نتابع التفاعل مع هذا الهاشتاج. لم يقف الأمر في الحقيقة عند حملة إلكترونية أقيمت وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي، دعا لها تكتل شباب للرقابة المجتمعية. هذا التكتل تكتل شبابي حديث إلى حد ما، لكن له تحركات ملموسة في أكثر من صعيد على المستوى الخدمي في مدينة تعز. لماذا هذا التكتل؟ ما هي أهدافه؟ كيف ينظر شباب التكتل للوضع الاقتصادي؟ من يحملون المسؤولية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ينضم إلينا عبر الأقمار من تعز عضو تكتل شباب للرقابة المجتمعية محمد الفقيه. أهلا وسهلا بك محمد معنا. في البداية، كيف جاءت الفكرة؟ ما هو هذا التكتل؟ أهلا وسهلا بك أستاذ أسامة وبجميع المعدين في قناة المهرية الأخبارية. طبعا هذا التكتل هو عبارة عن مجموعة من الشباب الذين يحملون هم وطنهم وهم مدينة تعز. اجتمعنا والتقينا وتوحدت أفكارنا من أجل خدمة وطننا ومن أجل خدمة مدينتنا، حينما رأينا أن المسار ينحرف خاصة في مدينة تعز بجانب المؤسسات جانب المؤسسات المحلية. كان هناك بعض المؤسسات الخدمية بدأ ينحرف مسارها، فتكونت لدينا أفكار أن يتم إرجاع هذه المؤسسات من أجل خدمة المدينة. كيف ما هي الآليات التي ستصلحون من خلال هذه المؤسسات؟ طبعا سأضرب لك مثلا. كان في نحن تكوننا في بداية أزمة كورونا، بحيث ان احنا كنا داعمين لمكتب الصحه والجانب الصحي في تعز من حيث الارشادات. كون هذا الفريق هو عباره عن مجموعه من الشباب الناشطين في المجال السياسي والحقوقي، وكذلك هناك منهم اطباء وقانونيين واعلاميين. فكنا في بدايه يعني بدانا بالتوعيه من كورونا والارشادات وعمل الارشادات. وجدنا خلال فترة أن هناك مشكلة في أزمة الأكسجين في مدينة تعز، وكانت تلك المشكلة عبارة عن أزمة مفتعلة لتصفية حسابات بين مدراء ويعني من هذا القبيل. فكان دورنا، انطلقنا على طول وقمنا بعمل بحث استقصائي حول المشكلة، فوجدناها أنها مشكلة يعني مصطنعة. فقمنا بكشف الحقائق عبر وسائل الإعلام وعبر تقرير صحفي. جميل، من هنا انطلقتم يعني وانتهت مشكلة أزمة الأكسجين. نعم، من الجانب الصحي انطلقتم، أليس نعم كذلك؟
انطلقنا من الجانب الصحي نعم، وانطلقنا بعدها في مشكلة ضريبة القات. كانت تورد ضريبة القات 400,000 في اليوم الواحد إلى 350,000. فالشباب حرصاً على موارد الدولة أو موارد المدينة. استقصينا المشكلة وجدنا أن هناك فساد يعني لا يتصور في مكتب من مكاتب الإيرادية وهو مكتب الضرائب، وفي حقيبة هي حقيبة ضريبة القات، فما بالكم بقية الحقائب. عالجتم هذه المشكلة؟ تم التفاعل معكم؟ نعم عالجناها. الفريق نزل إلى مواقع تحصيل ضريبة القات، طلع المبلغ المتحصل في اليوم الواحد 6 مليون ريال، ولم يكن 400 أو 300. إذن أنتم تحملون الجميع، التحالف يعني والحوثيين والحكومة الشرعية، ليس كذلك؟ نعم، الحوثي بدرجة الأساسية كونه هو مؤسس الحرب. التحالف الذي أنقذنا فأتى للأسف طامعا باليمن ويريد تمزيقها، وهذه الآن ما يحدث هي سياسة اقتصادية. هذا اللي يحدث، يعني يريدون تمرير أوراق من أجل أو يعني يقوعوا الشعب من أجل يمرروا أوراقهم. ما المطلوب من الحكومة في هذا الإطار؟ المطلوب من الحكومة أن تكون صاحبة قرار وأن تخرج من البلاط الملكي، هذا هي الحقيقة. لن تستطيع الحكومة أن تقوم بأي عمل ما دام هي موجودة في 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 قصر الرياض. ماذا لو بقي الوضع على ما هو عليه؟ ما هو تصوركم للمرحلة القادمة؟ قمتم بوقفة احتجاجية، ماذا ستفعلون لو بقي الحال كما هو عليه؟ أخي العزيز، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، نحن نقول أن معظم أبناء اليمن، أن 60 إلى 70% من أبناء اليمن سيذهبون ضحية انهيار الاقتصاد. كانت منظمة الأمم المتحدة أو WHO تقول أن نصف اليمن سيذهب بسبب كورونا، فهي خاطئة. سيذهب بسبب يعني سيموتون بسبب انهيار الاقتصاد اليمني، بسبب انهيار الريال، سيموتون بسبب هذا مش بسبب كورونا. أمس أخي أسامة، أنا كنت في الشارع ولقيت يعني كنت مع الزميلة الدكتورة داليا، لقينا يعني رجل بسيط، يعني رجل تشوفه يعني يستحي انه يتكلم معك، يقول لي يا اخي انا اشي لو سمحت تقدر تاخذ لي 2 دفاتر لاطفالي. يا اخي وصلنا الى 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 وضع يعني ما ايش اقول لك، يعني تخيلت انا نفسي ان انا اكون مكان الاب هذاك اللي مش قادر يوفر يعني قيمه دفاتر لاطفاله، يعني وضع صعب. نشعر بك محمد، مالك بلقمه العيش، نشعر بك محمد. أنتم يعني بدأتم في الصحة وصلتم إلى الاقتصاد، أين هي الوجهة القادمة الآن؟ أين ستصلون؟ هي الوجهة اللي نحن مركزين عليها الوضع الاقتصادي، نأمل بإعادة الوضع كما كان عليه مسبقا، بحيث أنه يعني يستطيع المعلم أو يستطيع العامل، يعني اليوم العامل يستلم أو المعلم يستلم راتب 60,000. 60,000 لا، مش 100 دولار، طلع 80 دولار. 80 دولار هذه تطلع 40,000 منه، اللي تطلع حدود 60 دولار منه إيجار منزل، و 20 دولار تطلع قيمة كيس دقيق. يعني راتب المعلم أصبح لا مش قادر يسوي به شيء غير راتب غير إيجار وكيس دقيق فقط. محمد الفقي عضو تكتل، فنحن بنظل مركزين على الوضع الاقتصادي فقط. محمد الفقي عضو تكتل شباب للرقابة المجتمعية، شكرا جزيلا لك، نشعر بك وبأهلنا جميعا في اليمن. لا نريد أن نكون قادة، نريد أن تكون مواقفنا مسجلة إخلاصا وحبا لهذا الوطن. في بداية شهر سبتمبر فقد الشيخ ربيش بن علي وهبان صاحب هذه العبارة حياته في المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد الحوثيين في جبهة نهم. الشيخ ربيش عضو بارز في البرلمان اليمني عن التجمع اليمني للإصلاح، هو نائب رئيس مقاومة صنعاء من أبرز مشايخ قبائل الحيمة الخارجية. قيادات حكومية وعسكرية، شخصيات عامة ونشطاء أظهروا حزنا وأسفا كبيرين لفقدان الرجل، دونوا شيئا من ذلك على حساباتهم الشخصية. اخترنا لكم بعض تلك المنشورات، حيث كتب الأستاذ خالد الرويشان مثلا على صفحته: نبت على هذه الأرض في شهر سبتمبر من عام 1962، وغادر شهيدا في شهر سبتمبر 2020 عضو مجلس النواب الشهيد والصديق ربيش علي وهبان رحمة الله عليه شيخ الحيمتين.
يلتحف الجمهورية ويغادر شهيدا، بينما رئيسه وزملاؤه في المنافي ينتظرون الإذن ليجتمعوا. لن نطلب منكم أن تغادروا الدنيا أيها النواب المبجلون، يقول الرويشان، بل نطلب فقط أن تغادروا شقاقكم وتجتمعوا من أجل شعبكم الذي انتخبكم. على الأقل وقد أصبحتم في الخارج، غادروا صمتكم، التحقوا بالجمهورية واليمن الكبير يا ممثلي الشعب، تكلموا ملء الدنيا، غادروا صمتكم، رحمة الله عليك يا شيخ ربيش. الدكتور فؤاد البناء أيضا يقول على صفحته، يقولون سقط فلان شهيدا والشهداء لا يسقطون وإنما يرتقون إلى ربهم ويدعون للشهيد بالرحمة، وينبغي الدعاء له بالقبول، فإن قبل الله شهادته فقد أكرمه بالمغفرة والرحمة وضمن له مساكنة النبيين والصديقين في أعلى الجنان. تولد الحرب واقعا مأساويا يدفع الناس للهرب منه إلى غيره، وفي ذلك تخفيف من وطأة المعاناة من ناحية، وإبراز للجوانب المشرقة للشعوب من ناحية أخرى. قريبا من هذه الفكرة، بعيدا عن أخبار الحرب والدمار، أطلق فنانون تشكيليون يمنيون هاشتاج 100 يوم فن، وضعوا وراء ظهورهم كما قالوا الشياطين والملائكة، أحلام التوحد والانفصال، التحالفات المفككة، ثم اتجهوا للفن. ينشر أحدهم لوحة من لوحاته، ثم يرشح فنانا آخر لينشر هو بدوره لوحة من لوحاته، وهكذا مر الأمر حتى وجدنا أنفسنا أمام معرض إلكتروني نشاهد أبرز التغريدات. إلى ريم، وما أجمل ريم، ريم من لبنان. انتشر مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي لطفلة يمنية تدعى ريم، تقول فيه إنها من لبنان. حاولت ريم بطريقة طريفة تقليد اللهجة اللبنانية، لكن شخصا ما عكر مزاجها وأفقدها السيطرة على مقاليد اللهجة. نرى ريم. مرحبا، أنا ريم من لبنان، راكبة فوق الدابة. كيف رايحين نجيب مي؟ يلا حي 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 حي. بس لبنان، هذه لبنان العبيت، بس عادي نشوف. واش الله وش جاي؟ اشوف اشوف. و يا ولي اسلحتي، خلي لا تزع. ريم اللبنانية التي كانت تركب الدابة الآن قبل قليل في المقطع السابق، ظهرت مرة أخرى من شرفة منزلها لتبين كم هي لبنانية، لكن شخصا عكر مزاجها مرة أخرى وأغلق عليها الباب. إلى ريم. ريم من لبنان، وأنا بالبلكونة أشوف الجو اللي في لبنان. شوفوا البيوت. لمو غلقت علي الباب، لمو غلقت علي الباب، خربت علينا الفيل. افتح. اسف. نتمنى ان تحصل ريم على فرصة اخرى. بين كل فترة واخرى يفيض نهر النيل،
كتب التاريخ مليئة بقصص الفيضانات، أما الجغرافيا فتؤكد ذلك باستمرار. في عام 1946 مثلا فاض النيل في السودان، وكان ذلك الفيضان قد صنف الأضخم حتى وقت قريب، إلى أن فاض مرة أخرى قبل أيام وحقق وفق مصادر رسمية رقما قياسيا جديدا لم يكن قد حقق خلال 100 عام مضت. تضرر إثر ذلك مئات الآلاف من السكان، تجاوز عدد من فقدوا حياتهم 100، أصيب آخرون كثر، أما المنازل فتقول الصور عنها ما لا تقوله الكلمات. تفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع شعب السودان الطيب، أطلقوا هاشتاج من قلبي سلام للخرطوم. في إطاره رصدنا مجموعة من التغريدات نتابعها الآن. محد بيولد معلم، حاول مع الوقت تفهم، اغلط ولكن تعلم، مش عيب لو كنت غلطان، العيب تبقى مصمم. تداول ناشطون أغنية قالوا إنها مليئة بالحكمة، هي ذاتها التي قرأت جزءا من كلماتها قبل قليل. زاد من لطفها أن من غناها كان رجلا كبيرا في سن لكن روحه غارقة في سن الشباب، قال مغردون نتابعه. الوقت ما هو كما كان، ما حد بيولد معلم بين الحياة أي إنسان، حاول مع الوقت تفهم الوقت ما هو كما كان. ما حد بيولد معلم. إلى أخبار التكنولوجيا، تتوقع شبكة بلومبرغ الإخبارية أن يكون الحدث الافتراضي الذي تنظمه شركة أبل قريبا مهما وكبيرا، إذ ستعلن الشركة عن 4 هواتف دفعة واحدة، وتخطط الشركة لإصدار 4 أجهزة آيفون جديدة تعمل بتقنية 5G. تشير التوقعات إلى أن الإصدارات الجديدة قد تحتوي على حواف من الفولاذ المقاوم للصدى مع موديلات أرخص ذات جوانب مصنوعة من الألومنيوم. أطلقت شركة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا سوارا جديدا يرصد درجة الإيجابية والود في نبرة صوت حامله، ويحلل نوعية نومه وتوزيع الدهون في جسمه، ويسجل السوار قوة الحركات خلال التمارين الرياضية ونوعية النوم ووتيرة نبضات القلب وسواها من المؤشرات. ويتميز هذا السوار بوظيفة النبرة التي تحدد ما إذا كان صوت حامله يعكس مزاجا إيجابيا، مما يتيح له أن يعرف كيف ينظر الآخرون إلى نبرته، ويعمل تاليا على تحسين أسلوب تواصله معهم وعلاقاته بهم. لو كنت أحمل هذا السوار لعرفتم درجة الإيجابية في حديثي معكم. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله.